الله انا ايه يا اخويا؟ ده ضربت فيها حقيقة، ضربت بجد. كان بيجي له ما اعرفش صراحه، يعني قصدي بس ده دي بنيه دي راس حقيقه. ده ماسك 42 اذا كان منه 36. يا واد يا حمدي يا ساتر، شفت مشية حمدي يما؟ هو الوطن عاصلك معاكم للدرجة دي؟ شاوي تعال. ايوه تعال احلى هوا. انت اللي عامل لي فيهم مفتح. احلى كمونس يا ابو دم خفيف، ان انت يا كمونس يا ابو بعيد. لا اله الا الله. بص حمدي، بص حمدي. ايه وانت اتفزعت قبل ما رجله توصل، وهنا بعدها 8 ايام. اي بص انت بعد سلو موشن. يا لهوي، انت هنا لسه مش متمرن بقى؟ لا خالص، مش واخد الموضوع جد خالص. فبيستضوك بيضربوا بجد بغشومية؟ هو واحد بس منهم كان بيفلت كتير قوي. مين ضيا ولا الطويل؟ لا الكبير، الراجل الكتير. مش فاكرة، انا مش عارفة اسمه. هو كان، انا عارفه، طيب قوي، جميل قوي. اكيد طيب، بس كان اول ما يعني بروفا بيرفكت، اول ما يقول اكشن ما اعرفش بيحصل له ايه، فبيخش يعني مره حتى البنات مسك البنت يا عيني. فما اول ما المخرج قال اكشن مسك البنت، يعني قعد يهز فيها، طلع كبشه شعر. بقيت اصوت. ايوه، ما هو بيقولوا لك في معهد التمثيل، يقول لك التمثيل القوه وليس القوه، يعني اعمل نفسك جامد بس مش بجد. وفي ناس كتير ما بيعرفوش الفرق. على فكره من الممثلين المحترفين. وبعد اذنك، في الاول في فيلم العجوز البلطجي كان الممثل حسني عبد الجليل، هو المفروض جاي يمسكني، واحنا عندنا حاجه ايه، اول ما حد يعمل لي كده جسمنا اوتوماتيك متعود، يعني عندنا الريفراكشن على طول. فكان يجي يمسكني من ورا كده، فعلى طول تك تك بس بسرعه، يعني لانه بيخش، هو كان شديد يعني، اول ما يخش كده فعلى طول في بطنه، وبعد كده تيجي في هنا. فاقول له سوري، لسه بقى اول مره جاي وجايب شنطه معايا مش عارف اعمل ايه. فمره تانية مخرج، لان تعرفه كاميرا واحده، عيد تاني عجبته، تك تك فيتخب التاني، فابتدى ينزل دم. انا بخبط يعني غصب عني، مش عارف يعني اللي انت بتقولي عليه انه مثل، انا ما كنتش بمثل. اول ما يمسكني اوتوماتيك، لا انت متعود كده، ده الكونديشن ريفلكس بتاعك يعني. فلقيته فلقيته بيزعق للمخرج، بيقول لي كل مره يضربني يقول لي سوري.